لا يزال حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ينمو بشكل سريع، حيث حقق خلال السنوات الخمسة الماضية أكثر من 417 مليار درهم، إذ بلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي أكثر من 100.7 مليار درهم، بنمو قدر ب 35% عن عام 2017. ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 407 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية. إذا ما فصلنا أكثر، هناك ارتفاع واضح في خلال تعاملات 2018 وصلت ل 107 مليار درهم، ارتفاعا من 79 مليار خلال 2017 بارتفاع نسبته 35%. المملكة تعد الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا لدولة الإمارات خلال 2018، إذ تستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية. التطور الواضح في هذا الشأن يوضح الرؤى المشتركة ما بين البلدين لتنمية أو العلاقات التنموية في شتى المجالات وخصوصا مجالات التجارة غير النفطية. هذه الشراكة أعتقد أن هي بنيت على أسس قوية، هناك تطور واضح فيها في الفترة الماضية. يشمل التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 20 نشاطا اقتصاديا وتجاريا على قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، من بينها صناعة التحويلية والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات وغيرها. لا تزال الفرص الاستثمارية واعدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو ما دفع الميزان التجاري والتبادل التجاري الغير نفطي بين دولتين إلى أن يرتفع إلى 417 مليار درهم خلال خمس سنوات، رقم قابل للزيادة والارتفاع مع زيادة الفرص الواعدة بين الدولتين الشقيقتين. لقناة الإخبارية عبد اللطيف بخوش، دبي.